اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحه حيدر الكترونيكس. مين منا ما بحب يكون عنده يوتيوب شانل خاصه فيه او يقبض من خلاله؟ طبعا ليكون عندك يوتيوب شانل لازم يكون عندك اكويبمنتس معينه خاصه بالفيديو والتصوير والصوت وغيره. صفحه حيدر الكترونيكس بتامن لك هيدي المعدات وبتجهز لك اياها ان كان ببيتك بمحلك وين ما كان. نحن بنامن لك المعدات وبنجهز لك اياها، بنعمل لك سيت اب لها وبنجهز لك الاستديو التصوير الخاص فيك. هلا بدي اشرح على اكويبمنت سنه بكلفه اقل من $1,000، معدات تصوير وغيرها بكلف، اكسسوارات بتكلف اقل من $1,000. نحن ليش لا نشتري كاميرا كتير بروفيشنال او اضاءه كتير عاليه او نحن مش محتاجينها؟ اوكي، طبعا حاشرح على شغلتين. اول نقطه الصوت، شو القصص الصوت اللي نحن فينا نستعملها. تاني نقطه هي الاضاءه. تالت نقطة كمان حنشرح كيف الكروما كي كيف بنقدر نركبها وهالتفاصيل كلها شو بنستعملها. بالنسبة للتصوير حسب كل واحد شو بحب، يعني بتحب انت تصور بكاميرا DSLR او ميرورلس بتقدر تصور، بس انا بالنسبة لقلي بحب صور ودايما بصور وبلاقيه افضل هو XZ Premium، سوني Xperia XZ Premium اللي بصور فيه 4K، اللي هلا انا عم صور فيه الفيديو 4K. طبعا الكاميرات الباقيين ما بتلاقوا فيهم 4K، بتلاقوا فيهم Full HD. فبالنسبة لهذا الموضوع نحن حنستعرضه سوا ونشوف الإمكانيات. طبعا مش كل الشخص بيقدر هلا بده يبلش يوتيوب شانل، ما بيقدر يبلش ويدفع $6,000 أو $10,000 ليجهز استوديو. فهيدا الفيديو حيكون من الناس يلي بدهم يبلشوا يوتيوب ويكونوا يوتيوبرز بأقل إمكانية وبأقل، يعني بدهم يدفعوا أقل شيء. أوكي، سو نحن هلا حنشوف سوا شو هن الإكويبمنتس. خليكم معي. اول شيء عنا هيدا القماشه تاعت الكروما كي، بتيجي تقريبا 3 امتار ب6 امتار، عرضها 3 امتار. اوكي، مثل ما شايفين كتير طويل. اوكي، هيدا هي، هيدي بنحطها على الستاند. بالنسبه للستاند هيدا هو الستاند مثل ما شايفين. طبعا نفتحه من هون. عنا 3 أقسام، أول قسم هي اللي بالنص وهي يمين وهيدي شمال مع القاعدة تاعيتها. أوكي، نحن بنحط الكروما كي على هيدي تقريبا هي شي 3 أمتار، هي تقريبا عرضها هديك. أوكي، عرضها كتير عريضة 3 أمتار وعنا 2.70 سم تقريبا. هلا هيك استعرضنا الكروما كي والستان. نرجع نبلش بالإضاءة. كإضاءة صراحة ما في أفضل من الرينج. اوكي، مثل ما شايفين اوكي هيدي هي الرينج. طبعا هيدي مشان التليفون. عنا هيدي الشارجر بنحطها، طبعا هي بيشتغل كهرباء وبطارية. اوكي، بيطلع معنا الكتالوج وفي هيدي المراية كمان اذا بدنا نستخدمها بتطلع معها. في عنا هيدا هو الرينج مثل ما شايفين. طبعا من وراء له فانكشنز هون بنقدر نتحكم اذا بدنا اياها اصفر ولا ابيض للضوء. وهون مطرح البطاريات. اوكي، فينا نحط بطارية ونستعملها اوت دور، وان دور فينا نحط الكهرباء. وعندنا هيدي مثل ما شايفين هيدي الليد لايت. طبعا السيت اب حيكون 2 من هول، وحده يمين وحده شمال، والرينج بده يكون بالنص. اوكي، مشان يكون عندنا اضاءه كافيه ومنيحه. طبعا هيدي الجل مع اذا بدنا اياه اصفر مثلا بنحط هذه بالعاده، الاستخدام بكون ابيض. اوكي، مثل ما شايفين طبعا بيطلع بالعلبه هذه مشان نكمشها فيها. اوكي، وهي مشان نحطها على الستاند. اوكي، المهم من بعدها بنجيب البطاريه. طبعا الى بطاريه خصوصي نشكها هون، هيدي نحطها هيك مثل سكة، نكبس هيدي نضلنا كبسينا بدور. طبعا بس بدنا نقوي بهاي
منوطي بهيدي. اوكي مثل ما شايفين هلا كتير ضروري. مهم هيدي جبنا اثنين منها، نشيل البطارية. طبعا البطارية بيجي معه شارجر، هذا الشارجر مثل ما شايفين. اوكي هذا الشارجر بيجي معه، بنشارج نحن البطارية. هيك بكون نحن صار عنا اضاءة من ميلة وميلة تانية، وبالنص حطينا الرينك، وورا حطينا الترايبود، وحطينا الكاميرا، جهزنا الكاميرا. بالنسبة للصوتيات، الصوتيات يلي هي من هيدي الشكل البوي. اوكي هيدي افضل صوتيات، مثل ما سامعين الصوت كيف طالع، هيدي من افضل الصوتيات. اوكي طبعا في عندكم هيدي النيك مايك، هيك بيجي، وبيجي امرار معه ريشة وكذا. وفي عندكم شي تاني بيجي وايرلس، منه نفس الشي بس بيجي وايرلس. هيك نكون نحن عملنا سيت اب للفويس. برجع بقول منكن بحاجة لتكلفة عالية، يعني الضو هينا عملنا ضو يكون ثلاثة كمان. اوكي صار عنا اضاءة رهيبة، الصوت من شركة بويا ممتاز جدا، وفينا نستخدم الوايرلس. عملنا صوت، خلصنا موضوع الصوت، وموضوع اذا بدنا الجرين سكرين عملنا السيبي وهالموضوع. بالنسبة لل الرينجلت كمان موجود وفينا نستخدمه، كان اصفر ولا ابيض بكل الاستخدامات. هيك بنكون نحن عملنا سيت اب سهله ورخيصه ومنا مكلفه كيوتيوبر. ما فيني اقول كستارت، يعني كستارتر يوتيوبر لا، او عدم خبره لا، بالعكس نحن هلا جهزنا افضل صوت وافضل اضاءه ليوتيوبر. فمنك بحاجة لأكثر من هيك إضاءة، ومنك بحاجة لأفضل من هيك صوت. وإذا بحال بدك تحط الكروما كي، منك بحاجة غير للكروما كي وغير للسي بي تاعيتها والستان تبعه. فهذه هي، بس هيك نكون اختصرنا كتير ووفرنا كتير مصاري بدل ما ندفع ونجيب. وطبعا برجع بذكر، إذا قادر تجيب الإكسبيرا إكس زد بريميوم التليفون تصور فيه 4K بكون أفضل من دي اس ال ار. هذا برأيي الخاص، أكيد كل واحد عنده رأيه، كل واحد بحب يصور بالشيء اللي هو بناسبه. ونسيت تذكر بشيء، انه هيدي الا ستاند، يعني هيدي ما بتنحط هيك، هيدي الا ستاند، وهذا الستاند تاعها. نشوفه، نفتح ونشوف. مثل ما شايفين هيدا، هاي تركب هون. اوكي تركب هون، هذا الستاند تبعها هيك بيجي. اوكي واخرها بتركب هون، يعني هيدي مش بتجي بالستاند، هيدي بتجي مع الستاند. وهذا الستاند، واهلا وسهلا فيكم.